كاينه هنا في المغرب كيعطوك فلوس، ما تمشي لا فرصه ديال اخ النوش، ما تمشي لا ابناك الدريبه، ما تمشي حتى شي بلاصه. فرصه اللي كانوا يعطيوك 10 وتوصلك 97 الف درهم ولا 93 الف درهم وتقطع لك ديك القروض الصغرى وكذا، هذه راه ما كيطلبوا منك والو. يعطيوك 10 7 8 6 مليون 20 شحال ما بغيتي، شحال ما كان المشروع ديالك مزيان غنعطيوك عليه الفلوس وغترجعهم. لا شنو غندير؟ العام الجاي انا اللي غنزيدك، انا كدوله غنزيدك. هذه راه مبادره ملكيه باش يدير شي حد اخر. خرجات في 18 ماي 2005، من 18 ماي 2005 والفلوس كتخرج. كل اللي كيستافد منها الناس اللي كيعرفوا. هذا هو المشكل ديال المغاربه، يعني مساله المغاربه راه كنقول لك دائما كنرتبطوا بالوعي، خصنا نعرفوا اللي لينا واللي علينا. غتقول يا اخي اسراف بلاتي بلاتي بلاتي، انا كنعرف شي ناس كيستافدوا وما كينجحش هذا المشروع. هنا كاين المشكل. انا غنقول لك بالخشبات وغنشرحها لك بالمعاه بورقه وستيلو، راه داك قلم الرصاص ونوض نشرحها لك. الفرق ما بين هذه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والتمويل ديال الابناك فرق كبير. علاش؟ هذه كتعطيك مثلا المبادره 10 المليون، البنكه كتعطيك 10 المليون، البنكه كتقول لك ترجع لي مثلا ب 15. المبادره كتقول لك لا ما ترجع لي حتى ريال، بالعكس غير سيتخدم هذا نزيدك. شنو هما البروجيات اللي كيديروا، شنو كيفاش نستافد منهم، هذا غنشرح لك. غادي نحاول ندوز معك ايطاب بايطاب بالخشيبات وبتبسيط الامور شوف اي واحد فينا حنا البؤساء غنفهموا بعضياتنا غير بداك الشيء اللي انت غتسولو في دماغك انا غنجاوبك عليه. خارج من الدار مريح في الدار تفرجتي في هذا الفيديو، غدا باغي تنوض فين غنمشي؟ اييه فين ساكن؟ مدينه كبيره فاس طنجه الرباط، لا غتمشي تخصك الولايه، الولايه الجهه في ولايه الامن، ولايه الجهه غادي تسول على قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. المدن الصغرى مثلا مكناس قنيطره اللي عندهم عمالات غنمشي للعماله نسول كذلك على قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. غادي ندخل بكل اداء، السلام عليكم انا مواطن شاب مغربي عندي من 18 ل 35، عندي 19 عندي 20 عندي 34، بغيت نستافد من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه شنو خصني ندير استاذه؟ هذا اش كيطرا؟ مجموعه ديال الناس اللي كيستافدوا من هذا الشيء اخوان تيكونوا عارفين وعلى علم بهذا الموضوع هذا. مثلا منتخبين واخا ما عندوش دخل في هذا الشيء، كتلقى رئيس مجلس عماله او عمده او رئيس الجماعه ما غنعممش عنده علاقه مع الرئيسه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او الرئيس ديال قسم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كيقول لهم بكل ادب السيد راه عنده مشروع شوفوا معاه صافي. كيمشي كياخذ دوك الفلوس كيزيد في حالاته. واش كيعطيو فلوس ولا كيعطيو مثلا تشري ماتريال؟ لا كيعطيوك تشري ماتريال. انا غنبدا معاك بكلشي. دخلتي للولايه كاين بعض المدن عندهم لا ولايه لا عماله، مثلا بحال دابا مدينه سلا مثلا غنمشي لمنصه الشباب اللي كيعرف مدينه سلا يمشي لسيدي عبد الله ديك جزئيات سيدي عبد الله غتسولو على منصه الشباب راه دايرين بنايه كيخسروا عليها زباله فلوس، موظفين كيخسروا عليهم زباله فلوس غير ليك انت باش تجي انت تسولهم. هذه مبادره مخرجه جلاله الملك، المكلف بها هو والي لدى وزاره الداخليه، وزاره الداخليه مشكوره مخرجه الميزانيه. شكون اللي كيستافد من هذا الشيء؟ هنا اللي غادي نعرف، ما نبقاوش نطلبوا بزاف، ما نبقاش نهضر على الماضي، نهضر على الحاضر. من بعد هذا الفيديو بغيتك انت تستافد، انت تمشي تاخذ رزقك. طلب منه مشروع، باغي دير حلاق، باغي دير تريتور، باغي دير اي حاجه عندك فيها ديبلوم، غير هو يكون مشروع مدير للدخل. واش كيعطيوك فلوس ولا كيعطيوك تشري ماتريال؟ كيعطيوك تشري ماتريال. طلبت ليهم 10 يقدروا يعطوك 6 يقدروا يعطوك 8 يقدروا، مقابل انك تجيب لهم ورقه من البنكه انه فعلا عندك ديك الكماله ديال ديك ال 10، دفعتي 10 عطاوك 8 خصو يكون عندك جوج، وعندك الحانوت فين دير؟ كندوزوك فلوس في الكونت بناء على ماذا؟ على دوك لي دوفي اللي كتعطينا. الا عندك تعاونيه او شركه او هذه راه كتمول، الا كنتي باقي ما عندك والو بحال دابا انت كتفرج في الفيديو كاس بيطالي باغي تمشي تاكل ياكل الحوت باغي تمشي تحرق باغي ديك 7 مليون، شد ديك 7 مليون وسير طلب لهم خايت شي مليون في شي مشروع وزيد على ديك يعطوك مثلا واحد 23 زيد على 7 هي 30 مليون ودير مشروع. اش كتجيب لهم؟ كتجيب لهم لي دوبي، هذوك لي دوبي بناء عليهم باش ينعطوك الفلوس. مجموعه ديال المشاريع نكونوا واقعيين كتفشل. علاش؟ حيت هما اليوم غاديين بناء عن ابل، سير تما خود ديك المبادره ولا دوز خود ديك المبادره ولا اجي تاخذ ديك المبادره، كياخذ المبادره ما عرف ما يدير بها، كيشدوك الفلوس كيطبوا كيزيد في حالاته. ولكن دابا لا، انا حاسس بك انت اللي كتفرج وكنهضر معاك انت اللي باغي دير مشروع مدير للدخل. هذا العام درت اخاي بروجي تاع الحلاق، درت لكم ثلاثه ديال الكراسه، ثلاثه ديال الكراسه مزيان اخاي، مخدم معايا ثلاثه الناس بديك لا ريفلاسيون ديالهم وخدام مع راساتي. شحال عطيتوني؟ عطيتوني 10.